قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف ندرس في هذا الكتاب علم تخريج الأحاديث، علم تخريج الأحاديث. وهذا العلم هو من أهم الخطوات التي يتوصل بها، من أهم الخطوات التي يتوصل بها إلى الحكم على الأحاديث ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، علم تخريج الحديث. والحديث لكي يكون صحيحا لابد أن تتوفر فيه خمسة شروط، يعني أي حديث صحيح لابد له من توفر هذه الشروط الخمسة. الشرط الأول العدالة، الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الضبط، وهذان الشرطان يتعلقان بالراوي، يعني الراوي الذي نقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عدلا ضابطا لحديثه. وهناك شرط أيضا يتعلق بالإسناد، يتعلق بالإسناد وهو الاتصال، لابد أن يكون الإسناد متصلا، بمعنى أن كل راو قد سمع هذا الحديث من شيخه مباشرة. الشرط الرابع عدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. هذه الشروط الخمسة إنما يتوصل إليها عن طريق عن طريق تخريج الحديث، يعني العالم الذي يحكم على الأحاديث إنما يتوصل إلى هذه الشروط الخمسة، هل هي موجودة أو مفقودة، عن طريق تخريج الحديث. فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فعندما تخرج الحديث من مصادره، من مصادر السنة، الكتب التسعة والمسانيد والموطئات والمجاميع وهذه المصادر التي توجد أو يوجد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تصل إلى هل هذه الشروط موجودة أو لا. فعندما تخرج الحديث تعرف أن هذا الحديث مثلا متصل أو منقطع أو به شذوذ أو به علة، عن طريق تخريج الحديث. فالحديث لكي تعرف أنه يعني متصل لابد أن تخرج هذا الحديث من كتب السنة، كتب السنة، من أخرجه؟ فلان وفلان وفلان وفلان، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهؤلاء الذين رووا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. فعلم تخريج الأحاديث هو من أهم الوسائل التي يتوصل بها إلى معرفة هل هذا الحديث يعني صحيح أو ضعيف. لا يمكن أبدا أن تحكم على الحديث بالصح أو بالضعف إلا إذا جمعت طرق الأحاديث، لابد أن تجمع طرق الأحاديث من مصادر السنة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تحكم على هذا الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. فهذا العلم الشريف، علم يعني تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد، هو من أصعب العلوم، هو من أصعب العلوم. فلابد أن يكون الطالب عنده ملكة، وهذه الملكة تأتي عن طريق القراءة الكثيرة في كتب الرجال وفي كتب الجرح والتعديل. طيب،
أيضا العلماء رحمهم الله، الإمام أحمد ويحيى بن معين وشعبة والبخاري، هؤلاء يسمون بعلماء الإيه؟ الجرح والتعديل. البخاري رحمه الله إمام ناقد، أحمد رحمه الله إمام ناقد، شعبة إمام ناقد، ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابن أبي حاتم، هؤلاء الأئمة يسمون بعلماء الجرح والتعديل، يعني إليهم المرجع في معرفة كون هذا الراوي ثقة أو ضعيفا. عندما يعني تبحث في ترجمة الراوي مثلا كي تحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح أو ضعيف، ترجع إلى ترجمة الراوي في كتب الإيه؟ في كتب الجرح والتعديل، وهي كتب كثيرة، يعني كتب الجرح والتعديل كتب كثيرة، يعني تهذيب الكمال مثلا هذا كتاب في الجرح والتعديل، كتاب مثلا الثقات لابن حبان، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب مثلا التاريخ الكبير للإمام البخاري، كل هذه الكتب هي الكتب التي تترجم للرواة. هذا الراوي مثلا الإمام أحمد يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان لا بأس به، فلان متروك، فلان كذاب، فلان كذا، فمن خلال كلام العلماء في الراوي نعرف أنه ثقة أو إيه أو ضعيف. كيف يعني يعرف الإمام أحمد مثلا أن هذا الراوي ثقة أو ضعيف؟ كيف يعرف هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله عندما يريد أن يحكم على الراوي هل هو ثقة أو ضعيف، يقوم بجمع أحاديث هذا الراوي، يعني مثلا روى 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد رحمه الله يحفظ هذه الأحاديث ويعرف أحاديث الراوي، يعني مثلا فلان عبد الله بن لهيعة رحمه الله روى 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الإمام أحمد يريد أن يحكم على عبد الله بن لهيعة، لا يمكن أن يقول مثلا هو ثقة أو ضعيف بالتشكي ولا بالهوى ولا لا، فهذه أحكام مبنية على أحكام يعني شبه يقينية. عندما يعني الإمام أحمد يسأل عن الراوي يقول ثقة، يحيى بن معين يقول ضعيف أو لا بأس به، هل هذه الأحكام أحكام يعني بالتشهي أو بالهوى أو ملك ينزل من السماء يخبره بحال الراوي، أو كما كان يقول بعض الناس الصوفية هذا يعني أمر إيه يعني يظنون هذه الأمور أمور يعني خارقة، أو يعني يتحدث بعلم الغيب أو كهانة أو سحر، بعض الناس كان يظن أن هذا الأمر إيه كهانة، يعني هو يعني يتكهن. لا، هذا العلم مبني على أسس علمية إن شاء الله سوف نتعرف عليها من خلال تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد. الآن الإمام أحمد رحمه الله يصبر مرويات الراوي، يعني يجمع أحاديث الراوي روى 100 حديث، ثم الإمام أحمد رحمه الله يقوم بدراسة هذه الأحاديث ويقارن بين هذه المرويات ومرويات أقران عبد الله بن لهيعة، يعني يقارن بين هذه الروايات ومرويات من أقرانه من الرواة الذين عاصروا عبد الله بن لهيعة. طيب إذا وجد عبد الله بن لهيعة وافق أقرانه في غالب هذه الأحاديث، يعني هو روى 100 حديث وافق هؤلاء في مثلا 80 حديثا، وافق هؤلاء في 80 حديثا، يعني ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه غيره من الثقات ووافقهم في هذه الأحاديث ولم يخطئ فيها، في هذه الحالة الإمام أحمد يحكم عليه بأنه إيه؟ ثقة. ليه؟ لأنه وافق أقرانه من الرواة، يعني لم يخالف أقرانه في هذه المرويات، فهو توصل عن طريق جمع الأحاديث وعرض هذه الأحاديث على أحاديث أقرانه من العلماء الثقات الأثبات، فوجده يوافق هؤلاء، لم يخالفهم إلا في نزر يسير، يعني 5 أحاديث أو 10 أو نحو ذلك، فحكم عليه بأنه ثقة. طيب إذا وجده خالف الثقات في 50 حديثا، يعني أخطأ في 50 حديثا، يبدأ يحكم عليه بأنه لا بأس به، الآن ينزل من إيه؟ من ثقة إلى لا بأس به. طيب إذا وجده خالف في 80 حديثا ولم يوافق الثقات إلا في 20 حديثا، ها
حكم عليه بأنه إيه؟ ضعيف. طيب إذا أخطأ في المئة يبقى ضعيف جدا متروك. عرفتم يا إخوة كيف يحكم الإمام أحمد رحمه الله على الراوي هل هو ثقة أو ضعيف؟ عن طريق المرويات، يجمع مروياته التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يقارن هذه المرويات بأحاديث من؟ الثقات الأثبات. فإذا وافق هؤلاء حكم عليه بأنه ثقة، إذا خالف فيعطيه درجة تناسب عدد الأحاديث التي أخطأ فيها. لذلك أبو حنيفة رحمه الله أظن روى مثلا 160 حديثا، أخطأ في جل هذه الأحاديث، فالعلماء حكموا عليه بأنه إيه؟ ضعيف الحديث. لماذا؟ لأنه جمع مرويات الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقارنوها، عرضوها بمرويات الثقات اللي هم أقرانه، فوجدوه إيه؟ خالف في جل هذه الأحاديث، فحكموا عليه بأنه ضعيف في الحديث مع أنه إمام في الإيه؟ في الفقه. كذلك مثلا من الناس المشهير حفص بن سليمان، حفص ابن إيه؟ سليمان، الذي نقرأ بقراءته حفص. حفص إمام في القراءات وإمام في ولكن متروك في الحديث، متروك في الحديث. يعني إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ هذا الحديث ضعيف، ضعيفا جدا، مع أنه إمام في القراءات. ليه؟ لأن العلماء جمعوا أحاديث حفص بن سليمان رحمه الله المرويات التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوها على مرويات الثقات، فوجدوه خالف الثقات في أحاديث كثيرة، فحكموا عليه بأنه إيه؟ ضعيف، مع أنه إمام في القراءات. وكذلك شعبة اللي هو مين؟ لا، أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش كذلك هو إمام في القراءات مع أنه متكلم فيه في الحديث. فبعض الناس يعني يقول كيف يكون إماما في القراءات ونحن نقرأ بقراءته مع أنه متروك في الحديث؟ الجهة منفك، هو روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء وجدوه أخطأ في هذه الأحاديث، كيف عرفوا أنه أخطأ؟ بالمقارنة، قارنوا رواياته بإيه؟ بمرويات الثقات. واضح يا إخوة؟ هذه نقطة مهمة. كيف عرف الإمام أحمد رحمه الله أن فلانا ضعيف أو ثقة؟ عن طريق إيه؟ مقارنة مروياته بمرويات الثقات. فالمقارنة هذه من يعني من أفضل الطرق لمعرفة حال الراوي. فالإمام أحمد رحمه الله يعني لا يحكم على الراوي بالتشهي ولا بالهوى، لا، هناك أصول الإمام أحمد يتبعها في الحكم على الراوي. كل هذا عرفه الإمام أحمد من خلال جمع المرويات، جمع الإيه؟ المرويات. لذلك قال العلماء الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين إيه؟ خطأه. الحديث إذا لم تجمع طرقه، وهذا هو المراد بعلم تخريج الحديث. يعني علم تخريج الحديث معناه إيه؟ بصورة يعني مبسطة، جمع طرق الأحاديث، جمع طرق الأحاديث من مصادر السنة، يعني من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمنتقى لابن الجارود والمعجم الكبير للطبراني، وهذه الكتب تسمى إيه؟ مصادر السنة التي حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يخرج الأحاديث هو يقوم بجمع هذا الحديث من مصادر السنة. يعني حديث مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، عندما تريد أن تعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف تقوم بماذا؟ بجمع طرق الحديث، بتخريج هذا الحديث من مصادر السنة. ننظر من روى هذا الحديث، روى فلان، نكتب السند، وفلان نكتب السند، ثم بعد ذلك هناك طرق إن شاء الله سنتعرف عليها من خلال دراسة علم تخريج الحديث. بعد هذه الطرق تستطيع أن تحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. وهذه الطريقة التي يتبعها علماء الحديث المعاصرون عندما يريد أن يحكم على الحديث، كالشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ أبي إسحاق أو الشيخ مصطفى العدوي أو غيرهم من أهل العلم.
عرفتم يا إخوة الطريقة؟ فتخريج الحديث، علم تخريج الحديث هو جمع طرق هذا الحديث من مصادر السنة التي حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. الإمام البخاري رحمه الله روى مثلا كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، كل هذه بالأسانيد. كل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني مالك قال حدثني نافع حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الطريق اللي هو الإسناد، الإسناد هذا اللي هو سلسلة الرجال التي توصلك إلى المتن، هو من خلال هذا الإسناد نستطيع أن نحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. فعندما تقوم بجمع طرق الحديث من مصادر السنة، إذن تكون أنت قد قمت بإيه؟ بتخريج الحديث من مصادر السنة. وطبعا سوف نتعرف على طرق تخريج الأحاديث، إما عن طريق الفهارس أو عن طريق الحاسوب. يعني هناك الحمد لله طرق يعني كثيرة في الوصول إلى الحديث في مصادر السنة، أو عن طريق الاستقراء مثلا. الإنسان مثلا كان عند المتقدمين كان طريقة المثلى هي الاستقراء، يعني يبدأ يستقرئ الكتاب من أوله إلى آخره كي يقف على حديث واحد. يعني الشيخ مثلا أحمد شاكر رحمه الله هو كان يحفظ جامع الترمذي، يعني ظل يبحث عن حديث مدة طويلة. ليه؟ كان يبحث عنه بطريقة الايه؟ الاستقراء، يعني يستقرئ الكتاب كله حتى يقف على الحديث. ليس هناك فهارس، ليس هناك حاسوب، ليس هناك يعني الأسباب التي قد تيسرت الآن. فيستقرئ الكتاب من الجلد إلى الجلد حتى يقف على هذا الحديث بإسناده. تخيل مثلا عندما تقرأ مسند الإمام أحمد كله حتى تقف على حديث واحد. الآن يعني تستطيع أن تقف على يعني الحديث مسند الإمام أحمد بسهولة جدا عن طريق الفهارس التقليدية، يفهرس الكتاب عن طريق الحروف الهجائية ألف باء تاء ساء وهكذا. فالحمد لله الفهارس الآن يعني يسرت الوقوف على الأحاديث. فيعني هناك طبعا هناك كتب يعني للفهارس الحمد لله، ده موسوعة مثلا أطراف الحديث موسوعة كبيرة، أو مثلا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، أو مفتاح كنوز السنة. كل هذه فهارس، عن طريق هذه الفهارس تتوصل إلى من روى الحديث أو من أخرج الحديث. فروى الحديث أو أخرج الحديث بمعنى واحد، تقول مثلا إيه؟ روى هذا الحديث البخاري. ما معنى روى؟ يعني أخرجه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بخاري أخرج هذا الحديث، ما معنى أخرجه؟ يعني رواه بإسناده. فأخرج وروى بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. فنقول نريد أن نخرج هذا الحديث من البخاري، يعني ننظر إلى في أي مواطن روى البخاري رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم تخريج الحديث يعني مهم جدا لكي يعني تحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. هناك مثلا متون ليس لها أسانيد، يعني تبحث فلا تقف لها على أسانيد، ففي هذه الحالة يكون هذا الحديث إيه؟ ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأحاديث مثلا يقول الشيخ الألباني لم أقف له على أصل أو ليس له أصل. ما معنى ليس له أصل؟ يعني ليس له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بحث في كتب السنة وحاول أن يعني يقف على هذا الحديث في المصادر وفي الأجزاء الحديثية وفي الفوائد ونحو ذلك، فلم يجد له إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس له أصل. يعني ليس له زمام ولا خطام ولا عنان، لا، هو روي هكذا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون إسناد. فالآن لا يقول مثلا في هذا الحديث رواه فلان، رواه مثلا فلان، لا، هيقول إيه؟ لا، ليس له أصل أو لم أجد له أصلا. كذلك مثلا إذا ذكر العالم الحديث المتن بدون إسناد، يعني أحيانا مثلا ابن الجوزي مثلا أو ابن القيم أو ابن تيمية يذكر الحديث بدون إسناد، في هذه الحالة لا يحسن بطالب العلم أن يقول رواه ابن تيمية أو رواه ابن القيم، لأنه إيه؟ لم يذكره بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكره بإسناده ف
فنقول إيه رواه ابن تيمية أو رواه ابن الجوزي أو رواه ابن القيم. يبقى تخريج الحديث معناه جمع هذا الحديث من مصادره من مصادر السنة، يعني عملية جمع الحديث من مصادر السنة هذا معنى إيه تخريج الحديث. وجمع الحديث من مصادر السنة يعني له طريقتان، الطريقة الأولى الاستقراء، يعني تستقرئ الكتاب كله حتى تقف على الحديث الذي تريد أن تخرجه. الأمر الثاني عن طريق الفهارس، عن طريق الإيه الفهارس، والحمد لله يعني الآن الفهارس كثيرة جدا كمفتاح كنوز السنة وموسوعة أطراف الحديث وغير ذلك من الفهارس. فجمع الأحاديث من مصادرها المتنوعة هو المراد بإيه بتخريج الأحاديث. بما معنى تخريج الأحاديث؟ جمع الحديث من مصادره المتنوعة. ومصادر السنة ما هي؟ هي الكتب التي روت هذه الأحاديث بالأسانيد، يعني البخاري من مصادر السنة، الإمام مسلم من مصادر السنة، الترمذي من مصادر السنة. فمصادر السنة هي الكتب التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. لذلك مثلا إذا كان هذا العالم روى هذا الحديث بدون إسناد فلا يحسن أن تقول رواه ابن تيمية أو رواه الشيخ الألباني في الصحيح، لا تقول إيه ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة أو ذكره ابن تيمية في كتاب كذا. أما إذا روى العالم الإسناد هذا الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه رواه أو أخرجه فلان، لأنه ذكره بالإيه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فبعض الناس عندما يعني يخرج الحديث ويذكر طرق الأحاديث وهكذا يظن أن هذه الطريقة هي يعني الطريقة هي أي الخطوة النهائية في الحكم على الأحاديث. لا، يعني جمع الأحاديث من مصادر السنة هذه تعتبر الإيه الخطوة المهمة. هناك خطوات أخرى لابد من أن يتعرف عليها الذي يخرج الأحاديث. عندما تخرج هذا الحديث لابد أن تقارن بين هذه الروايات، لابد أن تقارن بين هذه الروايات. يعني عندما أخرج حديثا معينا مثلا رواه فلان وفلان وفلان وفلان، لابد من النظر إلى الكيفية التي روى بها هذا الحديث، الكيفية التي روى بها هذا الحديث. فلابد أن أقارن بين هذه المرويات. يعني عندنا شجرة، أنت ترسم مثلا شجرة لهذا الحديث، تقول مثلا رواه أبو داود من طريق فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول رواه الترمذي من طريق فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تنتهي من جمع طرق الأحاديث لابد أن تقارن بين هذه المرويات. لماذا؟ لأن عند المقارنة قد يتبين لك أن هذا الراوي روى الحديث مرسلا. يعني الآن مثلا مخرج الحديث واحد، مخرج الحديث إيه واحد، وليكن مثلا مالك رحمه الله. الآن عندما يعني جمعت طرق الأحاديث وجدت أن الشيخ الذي خرج من عنده الحديث هو الإمام مالك، يعني هو المحطة إن صح التعبير الذي خرج من عندها الحديث. هذا الحديث هو حديث من؟ مالك. هو حديث إيه؟ مالك. فالعلماء كانوا يقولون هذا حديث مالك، إذا رواه غير مالك يقولون فلان أخطأ في هذا الحديث، لأنه إيه حديث مالك عرف به. فالإمام مالك إذا حدث بهذا الحديث ورواه عنه تلامذة كثيرون، هل هؤلاء التلامذة رأوا هذا الحديث بطريقة واحدة أم اختلفوا؟ نعم؟ لا، يعني قد يتفقون وقد يختلفون. طب عند الاتفاق يكون الأمر الحمد لله يعني ليس فيه إيه غبار. طيب عند الاختلاف لابد أن نقارن، لربما الذي خالف أوثق من الذي إيه من الذي مثلا روى الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند مقارنة المرويات لابد أن نقارن المرويات، لا يكفي فقط أن تخرج الأحاديث وأن تجمع طرق الأحاديث ثم تقول فلان والله ثقة وفلان لا بأس به وفلان ثقة إذن الحديث صحيح. لا، لابد أن أقارن بين هذه المرويات.
الإمام مالك رحمه الله إمام كبير له تلامذة، هؤلاء التلامذة متفاوتون في الحفظ والإتقان، فربما مثلا روى هذا الحديث مرسلا وروي موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه مرسلا أوثق من الذي رواه إيه موصولا. واضح يا إخوة الصورة؟ يعني لابد أنت تجمع طرق الأحاديث، لابد أن تقارن بين المرويات. بعض الباحثين لا يفعلوا هذا، هو يجمع طرق الأحاديث ثم ينظر في الإسناد، فلان ثقة وفلان ثقة، إذن الحديث إيه صحيح. لا، لابد أن أقارن بين المرويات. الآن أحدد مدار الحديث على من هنا؟ مدار الحديث على مالك. مدار الحديث على من؟ يعني الدائرة التي يلتقى فيها أو يلتقي فيها الطلبة هو الإمام مالك. أنظر الآن هل التلامذة اتفقوا أم اختلفوا، ومن ثم تجد مثلا الشيخ الألباني يقول هذا الحديث مرسل، أو هذا الحديث مثلا الراجح فيه الوقف. ما معنى الراجح فيه الوقف؟ أو هذا الحديث من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن هذا الحديث اختلف فيه من الرواة من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله، ومن الرواة من نسبه إلى ابن عباس. ولكن مدار الحديث على من؟ على مالك. يعني مالك هذا هو الشيخ. التلاميذ اختلفوا، فعندما تجد وأنت تجمع طرق الأحاديث اختلافا لابد أن ترسم شجرة وتقول والله فلان وفلان وفلان رأوه عن مالك مرسلا، وفلان 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 رأوه عن مالك موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل الآن أنت إيه عملت مقارنة بين المرويات، عملت إيه مقارنة بين المرويات. هذه الخطوة الثانية بعد جمع طرق الأحاديث، يعني هذا الأمر الثاني لا يتبين إلا بعد أن تجمع إيه طرق الأحاديث، يعني لا يمكن أن تتوصل إلى هذا إلا بعد جمع طرق الأحاديث. رواه فلان، رواه مثلا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة، ثم بعد ذلك تنظر في الطرق تجد أن مدار هذا الحديث على مالك، ثم تجد أن التلاميذ اختلفوا، منهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه إيه موقوفا على ابن عباس. ومن هنا تأتي العلة، يعني العلة تأتي من الاختلاف. لو اتفقوا هنحكم الحديث بأنه إيه صحيح، لكن عند الاختلاف لابد أن نبين الاختلاف. ففلان وفلان وفلان في كفة، وفلان 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 في كفة، هؤلاء رواه مرسلا وهؤلاء رواه إيه موصولا. ما معنى مرسلا؟ يعني عن ابن عباس مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ده موصولا. طيب مرسلا سعيد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرسل من أبواب الضعيف ولا من أبواب الصحيح؟ ضعيف، لأنه فيه انقطاع، لأن فيه انقطاع. طيب الآن بينا هؤلاء الذين رواه مرسلا والذين رواه مثلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة الأخيرة نبدأ نقارن بين هؤلاء الرواة وهؤلاء الرواة ومن أوثق، حتى نرجح روايته على الآخر. فإذا وجدنا الرواة الذين رواه مرسلا هم أوثق من الرواة الذين رواه مرفوعا، فنحكم على رواية الرفع بأنها إيه؟ خطأ، بأنها خطأ. وفي هذه الحالة يقول الشيخ الألباني هذا الحديث الراجح فيه الإرسال أو الراجح فيه الوقف. عرفتم إزاي يعني يحكم الشيخ الألباني أو العلماء هذا حديث الراجح فيه الوقف أو الراجح فيه أنه من كلام ابن عباس؟ ما معنى الراجح فيه أنه من كلام ابن عباس؟ أن فيه رواية نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عن طريق جمع طرق الأحاديث والمقارنة بين الرواة ترجح لدينا أن هؤلاء الرواة الذين رووه من قول ابن عباس أوثق وأكثر عددا من هؤلاء الرواة الذين رووه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ كل هذا يعرف عن طريق إيه؟ التخريج، جمع طرق الأحاديث من مصادر السنة. لذلك العلماء قالوا إيه؟ كما قال يحيى بن معين وغيره، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فلكي يعني يتبين خطأ الحديث لابد أن تجمع إيه طرق الحديث. وكان يحيى بن معين يكتب الحديث من 40 وجها، يكتب الحديث من إيه 40 وجها. ما معنى وجه هنا؟
إسناد. نعم يكتب الحديث من 40 إسنادا. تخيل حديث واحد ابن معين رحمه الله يكتب له 40 إسنادا. طب ما الحكمة من ذلك؟ ما العلة يا إخوة؟ صح، ما هو عاوز يقارن بين الروايات فيجمع مثلا، يعني مثلا تخيل انك ليس لا يعني حديث مثلا اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك اللي هو الايه المبيت والنفقه فلا تلمني فيما تملك ولا املك اللي هو الايه القلب اللي هو القلب، فالقلب هذا لا يملكه الإنسان، فقد يحب مثلا زوجة أكثر من زوجة أخرى، لكن كان يعدل في المبيت والسكنة والنفقة. وهذا الحديث الراجح فيه الإيه؟ الإرسال. الراجح فيه الإيه؟ يعني هذا الحديث معلول، الراجح فيه أنه إيه؟ معلول. طيب كيف عرفنا أنه معلول؟ عن طريق جمع طرق الأحاديث. الذين حكموا على هذا الحديث بالصحة كالشيخ ابن عثيمين مثلا وغير من أهل العلم لم يجمعوا إيه؟ طرق الأحاديث. الشيخ محمد عمرو رحمه الله لما جمع طرق الأحاديث تبين له أن الراجح في هذا الحديث الإيه؟ الإرسال، وأنه معلول بالإرسال. ما معنى أنه معلول بالإرسال؟ يعني هو روية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ترجح فيه الإرسال، عن كل ده عن طريق جمع طرق الأحاديث. فكان يحيى بن معين رحمه الله يعني يكتب الحديث من 40 وجها حتى يقارن بين المرويات، حتى يتبين إذا كان في الحديث خطأ يتبين إذا جمعت طرق الحديث. أما إذا لم يكن عندك إلا إسناد واحد فربما حكمت على هذا الحديث بأنه صحيح، كما حكم العلماء على حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا فيما تملك ولا أملك. فالخلاصة يعني أن علم تخريج الحديث علم مهم جدا، من أهم العلوم التي يتوصل بها إلى الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، وليس هو الطريقة أو الخطوة النهائية كما يفعله بعض الباحثين. يعني بعض الإخوة اللي هم في الدكاترة في الجامعات عندما يعني يقوم بتحضير رسالة في الماجستير أو الدكتوراه فقط ينظر إلى الإسناد، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، ثم يقول إيه الإسناد صحيح فالحديث صحيح. لا، لابد أن إيه بعد جمع طرق الأحاديث أن نقارن بين الروايات مقارنة عن طريق شجرة، وإن شاء الله بإذن الله سوف يعني ستأتي المكتبة هنا إن شاء الله ونشتغل عملي بإذن الله، يعني الكتب التسعة والفهارس إن شاء الله، ونشتغل عملي بعد النظر، إن العملي أهم من النظري. كيف نخرج الأحاديث ونجمع وكيف نرسم شجرة نبين فيها المقارنة بين المرويات ومن الذي وافق ومن الذي خالف، وكيف نقرأ في كتب التراجم وكيف نحكم على هذا الراوي، وعندما أريد أن أعرف مثلا حال الراوي في أي كتاب أقرأ وفي أي مثلا المصادر أنظر. فإن شاء الله كل هذا ناحية عملية أهم إن شاء الله من ناحية النظرية. فإن شاء الله فالمكتبة إن شاء الله إلى أن تجهز هنقرأ في الكتاب، وعندما تأتي المكتبة سنحاول أن نطبق إيه عمليا بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله من المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ فيه الكتاب إن شاء الله.